هذه الزيارة هي زيارة فرنسية بالدرجة الأولى، يعني هذه الجولة الأوروبية التي سيقوم بها السيد الكاظمي. بداية علينا أن نشير إلى أن حكومة ميركل هي منتهية، يعني آخر سنة لها نهاية هذا العام، بعد شهرين لا سوف لن يكون هناك بقاء لحكومة ميركل، أنجيلا ميركل في ألمانيا. وهذه الحكومة مهما برزت من اتفاقات وأعطت من تعهدات فهي حكومة منتهية. هاي بالنسبة لزيارة إلى باريس. أما زيارة إلى بريكس أو إلى لندن، فهي لندن خارج نطاق الاتحاد الأوروبي وأصبحت دولة معزولة عن أوروبا. إذا الزيارة المهمة للكاظمي هي زيارة باريس، هي في فرنسا، فرنسا التي تمثل الاتحاد الأوروبي، ثقل الاتحاد الأوروبي، والتي تمثل حتى الثقل الألماني المحتمل بعد الانتخابات وبعد تبديل الحكومة.